بسم الله الرحمن الرحيم. فاير في اختبار جديد كان مختلف مع كابتن طارق العاشري ونادي حرس الحدود. احنا عارفين دايما مباراه النادي الاهلي قدام الحرس بيبقى دايما فيها مشكله للنادي الاهلي، خصوصا لما يبقى المدير الفني نادي حرس الحدود هو الكابتن طارق العاشري. الكابتن العاشري واحد من اصعب المديرين الفنيين اللي ممكن اي فريق في الدوري يلعبهم، خصوصا على الناحيه الدفاعيه. بنتكلم على فريق بيعرف يدافع بشكل كويس، اللعيبه تكتيكيا بتبقى ثابته طوال ال 90 دقيقه. في ماتش الاهلي بالذات او ماتش الزمالك بنشوف عندهم ثبات انفعالي لاخر دقيقه، والفريق بيطبق اللي الكابتن طارق العاشري بيطلبه منه باقصى درجات التركيز. ده كان بالنسبه لي اختبار جديد من الاختبارات اللي انا كنت منتظرها لفايلر مع النادي الاهلي في بدايه الموسم. اللي كان شاف الحلقات الاولى للترند يلا كوره كنت قلت لفايلر عشان نحكم عليه بشكل كامل عنده كذا اختبار. واحد اختبار طبعا مباراه القمه، مباراه الديربي، وعنده اختبار المباراه الاوي في افريقيا، وعنده اختبارات المديرين الفنيين الكلاسيكيين في الدوري زي الكابتن طلعت يوسف، زي الكابتن طارق العاشري، زي الكابتن مختار. كل دي تجارب، كابتن رحيم الطلام، كل دي تجارب بتبقى مهمة جدا عشان نستكشف ونقدر نحكم على ريني فايلر في حقبته الاولى مع النادي الاهلي. انا النهاردة دلوقتي مش هتكلم على المباراة بشكل عام، لا انا حابة اتكلم بالظبط على اخر ربع ساعة للنادي الاهلي لما فايلر قرر ينزل مروان محسن. من هنا حابب ان انا اشرح ازاي فعلا فايلر قدر انه يكسر الجمود والتكتل الدفاعي للكابتن طارق العاشري. كابتن العاشري في الشوط الثاني عارف ان المخزون البدني عند لعيبته هيقل. ليه؟ لان النادي الاهلي طوال ال 75 دقيقه اللي كانوا اتلعبوا كان صعب جدا هو يجاري النادي الاهلي هجوميا. في اخر مباراه النادي الاهلي هاجم من اليمين، هاجم من الشمال، هاجم عمق، كميه فرص اتيحت في الشوط الثاني قبل نزول مروان محسن كتيره جدا، لكن النادي الاهلي ما قدرش يستغلها، حتى كان منها الكوره بتاعه مجدي قفشه اللي جت في العارضه. كل دي كان في ضغط شديد جدا على دفاع حرس الحدود، لكن كانوا ثابتين. وفي نهايه المباراه شفنا الشكل اللي على البورد ده، الفريق الازرق اللي هو فريق حرس الحدود 6-4-0. مفيش اي لاعب من حرس الحدود كان في ملعب النادي الاهلي. حرس الحدود كان عامل ستاره من 6 لعيبه، قدامهم ستاره من 3 لعيبه، ولعيب لوحده كان بيواجه من نص ملعبه، وبالتالي ما اقدرش احسبه في الشق الهجومي للفريق. وبالتالي طريقه حرس الحدود لعب بيها اخر ربع ساعه كانت 6-4-0. قبل ال 75 دقيقة كان ايه ازمة النادي الاهلي في فك الستارة دي؟ حاجة واحدة. ايه هي؟ ان الستارة دي الناس اللي بتحب كرة اليد عارفين لما بتيجي تعمل دفاع الدايرة بتوقف لعبتك على الخط وما تحركهمش، محدش بيطلع ليه؟ عشان تقفل اي زوايا التمرير، وانك تقفل كمان اي مساحة فجوة ممكن تطلع في الدفاع بتاعك. لو ده تقدم ممكن يجي هنا في فجوة حد يخترق منها، وبالتالي نادي الحرس حافظ على الشكل. طيب ايه الغلطة اللي عملها لعيبة نادي الاهلي؟ ان هم كانوا بطاء جدا في التحرك بدون كرة. بمعنى في كرة اليد لما بتيجي انت عايز تخلخل الدفاع ده بتعمل ايه؟ دي الكرة اللي معانا، لازم الكرة وانت بتمررها يبقى فيه سرعة كبيرة جدا في اللاعب اللي معهوش كورة. يعني مثلا لو افترضنا ان اللاعب مثلا هنا مثلا رمضان صبحي اللي معاه الكورة وده وليد سليمان، فوليد سليمان معهوش الكورة لازم هو يتحرك بسرعة ورمضان يلعب له وحسين شحات يظهر له وبعد كده يخش محمد هاني، لازم اللعيبة تبدأ تظهر لبعض بشكل سريع جدا. ليه؟ عشان الدفاع ده يتخلخل. دي كانت أحد الوسائل إنك تخلخل بيها الدفاع الستارة اللي بيعتمد على 6 لعيبة. إحنا عارفين 6 لعيبة بتدخل 2 الفول باكس لجوه عشان يقفوا جنب الاثنين مساكين، وبترجع الاثنين الوينجرز يعملوا هم دور الفول باكس في الدفاع. طيب لعبنا الاهلي كانوا بطاء، هل بقى فايلر استنى لغايه لما لعبنا الاهلي يقعد يقول لها مرروا الكوره بسرعه؟ لا، كان لازم هو يوجد حل، وحل انا في وجهه نظري هو ده التغيير اللي انقذ النادي الاهلي قدام حرس الحدود. ايه هو بقى؟ لما نزل مروان محسن جنب اجايي والاثنين دخلوا داخل منطقه الجزاء كاتنين رؤوس حربه، وطريقه النادي الاهلي تحولت للمره الاولى السنه دي اشوفها الى ما يشبه ال 4-1-3-2، طريقه هجوميه بحته. الطريقه دي لما فايلر لعب بيها اخر ربع ساعه زود الضغط على مدافعي الحرس. في ايه بقى؟
هيبقى النهار عندك حاجه من اتنين. النادي الاهلي وهو بيمر الكره ما عندوش اي مشكله في المساحه دي. ليه؟ لان النادي حرس الحدود خلاص الزون ديفنس راجع وغصب عنه لازم يثبت الاربعه ورا عشان الخماسي اللي بيتحرك وكمان الثلاثي بتاع خط وسط نادي الحرس لازم يرجع عشان الخمس لاعبين بتوع النادي الاهلي المتمركزين في الثلث الاخير. طيب تحضير النادي الاهلي في المساحه دي ما فيهوش اي مشكله. يبقى انت عندك حاجتين، ان احمد فتحي لما جه على الشمال ومحمد هاني على اليمين الاثنين دايما طايرين لنص ملعب نادي الحرس، فبالتالي لعيبه نادي الحرس مستنيين الكروس العرضي اللي اكيد هيتلعب ليه اجاي لما يخش، مروان محسن لما يخش، وكمان يخش معاهم رمضان صبحي كلاعب ثالث، وحسين الشحات ووليد سليمان بيبقوا واقفين الى حد ما بره المنطقه مستنيين الكره الثانيه. فده كان اوبشن خطير وكان لازم حرس الحدود ياخد باله منه. ليه؟ لان عدد المهاجمين في النادي الاهلي زاد جدا، فكان دي حاجه مخوفاهم. لما انت تعمل الحركه دي عندك هنا فرصه ثانيه، حاجه كويسه جدا. ايه هي بقى؟ ان اللعيبه لما بتستنى الشكل الهجومي للاهلي بالمنظر ده، ايه اللي بيحصل؟ كله بيبدا يرجع. لما انت بترجع كل المساحه دي بتسيب المساحه دي فاضيه لاي لعيب يجي من ورا ويعمل عمليه التسديد. ولو نفتكر ايام مستر مانويل جوزيه لما كان الفرق في 2004 2005 كانت بتعمل معاه الاسلوب ده، كان دايما يخلي واحد من الاثنين مساكين يطلع كمان لقدام، ويخلي طبعا تاكتيك مشهور جدا في كره القدم سي بي جوينز اتاكس، تخلي واحد من المساكين يطلع يتقدم للهجوم لان هو ما عندوش اي مشكله في مساله الهجمات المرتده. وبالتالي كان طبيعي جدا جدا في مساله الهدف ان عمرو السوليه يبقى عنده مساحه انه يسدد. هنا بقى مسألة التسديد بتبقى فيها ميزة للمهاجم عن المدافعين. ايه هي؟ ان الحارس المرمى بيبقى قدامه ستارة كبيرة من اللعيبة مش شايف الكرة ممكن تروح فين. واذا اضفنا كمان ان الكرة ممكن تخبط او يحصل لها ديفلكشن من احد من اللاعبين، فبالتالي بتصعب على الحارس طبعا مساله التصدي ليها. وبالتالي ده اللي احنا شفناه في الهدف اللي احرزه عمرو السوليه في الدقيقه 80. فهنا فكره فايلر في نزول مروان محسن كان تفكير ممتاز جدا. ربما انت ما شفتش مروان محسن عمل حاجه، صح طبعا لا خلاف، انا مش مختلف على ده، انما وجود مروان محسن جسمانيا جسديا في منطقه جزاء حرس الحدود خد العيون، ثبت اللعيبه بشكل اكبر، خلى فيه اتنين رؤوس حربه وراهم ثلاثه بلاي ميكرز حسين الشحات وليد سليمان ورمضان صبحي عاملين ضغط، وكمان مع طيران محمد هاني واحمد فتحي خلى فيه زياده هجوميه للدرجه اللي خلت النادي الاهلي بيهاجم بثمان لعيبه في نص ملعب نادي الحرس والاثنين المساكين بتوعه واقفين في نص الملعب. وبالتالي فايلر نجح في اختبار كابتن طارق العاشر، واحد من اصعب الاختبارات اللي ممكن تمر بيها في الدوري. وخلي بالكم يا جماعه، احنا بنقول نادي الحرس لعب 6-4-0، امبارح كان عندي نقاش كبير مع الناس على السوشيال ميديا، ان في الناس فاكره ان الطريقه سهله. لا خالص، الطريقه الدفاعيه دي واحده من اصعب الحاجات اللي ممكن تعلمها للاعيبتك وتثبتهم عليها 90 دقيقه، دي حاجه مش سهله. ولو نفتكر كان مورينيو استخدم الطريقه دي لما كان مدير فني للانتر لما قابل برشلونه في السيمي فاينل التشامبيونز وكسب في ايطاليا 3-1 وراح الكامب نو، طبق الطريقه دي من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 وساعتها خسر 1-0 بالجون بتاع بيكيه وتأهل هو للفاينل لما أعتقد ساعتها كسبه بايرن ميونخ في الفاينل. فتاني الطريقة دي، لأ ما حدش يسخر من أسلوب حرس الحدود أو التفكير كابتن العاشر، لأ تفكير طبعا دي الأدوات المتاحة له، وصعب جدا نادي زي النادي الأهلي النهار السنة دي واحد من أقوى الفرق هجوميا، فطبيعي أنت تلعب معاه بالسيطرة دي، وهو حر طبعا يختار الطريقة اللي هو عايزها. ولكن الأكيد لازم أشيد بريني فايلر بالتفكير اللي فكر فيه في الربع ساعة الأخيرة بتحويل طريقة اللعب دي 4-1-3-2، الأمر اللي ادى اللعيبة أوبشنز زيادة في الهجوم ما كانتش متاحة ليهم قبل نزول مروان محسن. ده كان تحليل ماتش الأهلي وحرس الحدود، شكرا جزيلا ليكم، كريم سعيد.